بالضحك. محمد زكريني، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ومرحبا بجمهورنا الرياضي الكريم وجدت لنا من لندن. واسعد في هذا اللقاء باستضافه توفيق قريشي، غني عن كل تعريف او غني عن كل تعريف طبعا، مدير فني وطني سابق، مدرب تقني، محلل. مرحبا بك توفيق. اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه. وشكرا على تلبيه الدعوه. طبعا الاتحاد في هذه الاثناء يواجه الوداد البيضاوي، طبعا الشوط الاول كان هدف مقابل صفر لفائده الوداد البيضاوي، رغم انك لم تشاهد المباراه، ما عندكش نظره كيفاش راه يلعب الاتحاد؟ نعم، كنا نتصور يعني وننتظر يعني هذا، لا اقول النتيجه، ولكن صعوبه المباراه للاتحاد، عندهم نقص المنافسه كبير جدا، ونظن يعني الوداد البيضاوي يعني كان المره اللي فاتت خرج من المربع الذهبي، اقصي في نصف النهائي. لما الانسان يعيد الكره راح يكون التركيز عالي، راح يكون لا موتيفاسيون طالعه كثير، ولذا يعني المباراه راح تكون صعبه. مع هذا نتمنى ان اتحاد العاصمه يعود في الشوط الثاني ويسجل على الاقل هدف. توفيق، المهمه صعبه لكن تبقى ممكن. اكيد في كره القدم ما دام الحكم ما صفرش صفره النهايه، الامل يبقى باقي رغم صعوبه المهمه، ولكن نقول ان صعبت الامور في الشوط الاول، يعني في المقابله اللي اجريت في الجزائر هي اللي ممكن صعبت نوعا ما الامور، ولكن يبقى الان هدف مقابل صفر، تعديل النتيجه راح ياهل اتحاد العاصمه، وهذا الشيء اللي نتمناه، وكل شيء ممكن اذا احسنوا ايضا التصرف والتعامل مع الوضع الحالي في المقابله. نتمنى التوفيق للاتحاد في القادم من دقائق المباراة، لما لا العودة بتأشيرة المرور إلى الدور النهائي ومن ثم الفوز بهذه الكأس التي تعد أمجد الكؤوس على الصعيد الإفريقي. نبدأ برنامجنا من الركن الأول وهو وقفة العدد. طبعا وقفة العدد خصصناها للحدث الذي كان خلال هذه الأيام مع تنصيب الإطار الفني أو الطاقم الفني الوطني الخاص بالمنتخب الوطني لكرة القدم، بعد حديث كبير من الإعلام ومن الشارع عن بخصوص الناخب الوطني الجديد وكذا أيضا المساعدين. نتوقف في هذا الموضوع مع الخرجة الإعلامية الأولى للطاقم الفني الوطني مع هشام سعدودي. مصطفى مجار أو رابح العائد لقيادة دفة المنتخب من جديد، وفي أول خرجة إعلامية له برفقة إيغيل ومناد تطرقوا إلى مشروعهم مع المنتخب، كما أجابوا عن تساؤلات الإعلاميين وفي نقاط كثيرة أهمها الطاقم الفني الوطني المحلي 100% الذي يحاكي تجربة كان 90. والله العظيم غير ما كان اي دخل الطاقم الفني تاعي، جي بخي لينيشاتيف تو سول دو كونتاكتي مسيو ايغيل مزيان، جو تيان لو رومارسي، افيك مسيو مناد اوسي جو تيان رومارسي بوكو، اي مسيو سعدان. ما كان حتى تدخل في الطاقم الفني، يعني باش نكونوا مريحين. اي جو تيان اوسي ا رومارسي لو بيرو فيدرال اي مسيو زيتشي، يعني اللي خلاوني عطوني كل يعني لا ديباتي بو مون ستاف تكنيك. طاقم فني باسماء كبيره وبدون خلفيات، فالهدف خدمه كره القدم الجزائريه قبل كل شيء. الشخصيه ماهيش في المنصب، الشخصيه راهي في الشيء اللي ممكن تقدمه للفريق الوطني. اذا لما تكلمت مع مصطفى مجال في هذا المجال، يعني كان واضح ان الحريه تامه بالنسبه للناس اللي يخدموا معاه، وان يعني المكانه تاعهم الاسباس تاعهم موجود، وهذا ما حفزني انا شخصيا لكي اونكور دابورتي ما كونتريبيسيون. العمل من اجل اعاده هيبه المنتخب واعاده الثقه لهذا الجيل الموهوب. يفو با سو مونتري انغرا كما يقول لك. ما ننساوش هاد اللاعبين ايزون دوني بوكو على ليكيب ناسيونال. ايزون دوني بوكو على سيتيكيب ناسيونال. يفو با لي مارجيناليزي، لان في كان سوء تفاهم ما بين السليماني ما بين محرز، ولا هاد الامور تحصل. حنا لما كنا لاعبين ايضا حصلت لنا مشاكل هكذا.
ولكن عرفنا كيفاش نحلوها والحمد لله حقا تجاوزنا وفزنا بكأس افريقيا والامور هكذا، ولكن لازم نكونوا شويه كليمون ونقصوا من هذه المشاكل. قائمة المنتخب لن تعرف سياسة الإقصاء مجددا ودون فوارق بين المحلي والناشط في البطولة الأوروبية، والأبواب مفتوحة لكل المجتهدين. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces joueurs. J'ai parlé des joueurs locaux. Les joueurs locaux, j'ai toujours dit qu'il faut leur donner une opportunité. Il ne faut plus marginaliser parce que c'est des joueurs comme les autres joueurs qui vont à l'étranger. Ils n'ont pas la chance de jouer dans des grands clubs européens. Mais ils sont là. Bon, on ramène les meilleurs. أفرقنا المنتخب حل يراه مناد ضروريا لأزمة النتائج في أدغال إفريقيا. Moi, j'ai préconisé en matière qu'on puisse jouer des matchs amicaux même en Afrique. Il faut s'habituer en Afrique d'abord, parce que chez nous, ça ne pose pas de problème. Donc en Afrique, il faut s'habituer, il faut qu'on arrive à faire croire, bien à inculquer à ces joueurs-là l'esprit de battant, et il faut des sacrifices, il faut beaucoup d'engagement. الهدف الرئيسي للطاقم الفني هو نصف نهائي كان 2019 بالكاميرون وبناء منتخب قوي للاستحقاقات القادمة. Le contrat, comme objectif, c'est la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Inch'Allah, demi-finale. Je ne cache rien du tout. Maintenant, Inch'Allah, si Rabbi wafaqna fi hadha phase finale hadiya w nrouhou ba'id, Inch'Allah, le contrat se renouvellera Inch'Allah automatiquement pour les autres objectifs. qui sont la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée et bien sûr les éliminatoires de la Coupe du Monde, Inch'Allah. Hnaya. Inch'Allah, Rabbi wafaqna. Parce que maintenant, si tu n'arrives pas ce soir. إذن بهذه الطريقة كانت الخرجة الإعلامية الأولى للطاقم الفني الوطني الجديد. حكيم، من دون شك تابعت الخرجة الإعلامية للطاقم الفني الوطني أنت وسي توفيق وحتى زكريني، ولكن الأمر لا يعنيك زكريني، لازم نقف جانب التقني. حكيم، خرجة إعلامية للطاقم الفني، برأيك الوقت مناسب لهذا الطاقم لكي يعمل في هدوء، على اعتبار أن الاستحقاقات الدولية القادمة هي تصفية كأس إفريقيا، الكل يعلم أنها ليست بصعبة، ونهائية كأس العالم صفحة صارت من الماضي. نظن يعني نبدأ من حيث انتهى ما جرى، ونقول الهدف تاعنا هو نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم. أنا صراحة دائما أطرح هذا السؤال حتى في وقت المديرية السابقة وحتى في وقت الرئيس السابق، لماذا يعني بالضبط يعني نصف نهائي لا مباراة؟ يعني نفهم حاجة باللي تدخل المنافسات، قال سألعب من أجل الحصول على هذا اللقب حتى وتفشل قال. أما يعني ما هو الفرق يعني لوبجيكتيف دومي فينال، الهدف تاعنا نصف نهائي. ثاني حاجة اللي لاحظتها في الندوة الصحفية، شفت وكأننا جبنا يعني انتدبنا مدرب لا نعرف عليه شيء، وكان يقدم في نفسه للجمهور الجزائري وللصحافة الجزائرية. ربح مجار يعرفوا العام والخاص في ميدان خاصة كرة القدم. الطاقم الفني يعني كيما يقول لك سين ديريكسيون كيتي لارجي، توسعت بحضور إغيل مزيان وجمال مناد. نقول لك مام دور لا استراتيجي دي فوتبول، مع كل احتراماتي لغير مزيان اللي مر ديجا على لتدريب الفريق الوطني او جمال مناد، يعني في ندوه صحفيه اصلا ان كونفيرونس دو بريس سي بلون بروتوكولار سي لونترينور ناسيونال كي دون لي غراند لين، الخطوط العريضه والاهداف المسطره. يعني احنا ماش تقول لي رانا سوليدار ورانا ثلاثه، سي فري كاين تحول في سياسه الرياضه على مستوى المنتخب الوطني في 68 درجة، بحيث وإن كانت الفكرة كلها ماشية للجانب الأوروبي، الصف تكنيك الصف ميديكال كل حاجة تغيرت الآن في 68 درجة إلى المحلي. هذا المحلي عنده كل الوقت، أنا عنده مباراتين، عنده 9 لأن مباراة أكثر من شكلية، وزيد في مارس في مباراة ودية 4 أيام فيما بعد. أما تشابيك هذا كل ما مش حوايج تقال،
حوس عليه زوبجيكتيف. قلنا احنا كاس افريقيا للامم احنا رايحين نمشيو راح نتاهل نتاهلوا حتى ونكونوا ميير دوزيام ولا ما لازمش نقلبوا ثاني كاليفيكاسيون لا كوب دافريك دي ناسيون. انجاز كبير حتى وتقول لي راك تتسبق لان كره قدم علمتنا المفاجات. الناخب الوطني قال لك هدفنا النصف النهائي يعني معناتها وطني في فكره تاهلت يعني هذه حقيقه ماشي ما نهربوش منها. نظن يعني بكل صراحه انا قلتها في السبت الماضي ونعيدها اليوم ما دام دوك يعني الكلام لا يجدي شيء لان فيه طاقم واقع واقع تقبله ما تقبلوش يعجبك ما يعجبكش يا انستاف تكنيك دركا اصلا كجزائريين درك لازم نعطيهم الهدوء ونريحوا نتبعوا نعطيهم الهدوء نشوف واش راح يجي بعد سنه يعني عندهم الوقت باش يخدموا حتى 2019 باسكو يا با دي زوبجيكتيف امبورطون اللي راحين يقدروا يخرجوهم من الفريق الوطني ان النتائج ماهيش مطلوبه. النتائج ليست مطلوبه ولكن ايضا الهزائم او اذا زياده مباريات هزائم اخرى غير مقبوله من جانب الشعب الجزائري يعني حتى المباراه التشكيليه مع نيجيريا ممكن مباراه وديه لكن ايضا مطلوب أن الأداء يتحسن ومطلوب أيضا النتائج تتحسن. هل هذا ماهوش يعني أغفل هذا الجانب؟ لا أولا بطبيعة الحال ممكن نشاطر كل الكلام اللي قالوا حكومة بالنسبة للتحليل تاعو لكن كما قال الآن رانا أمام الأمر الواقع. أعتقد أنه بالنسبة لرئيس الاتحاد والمكتب الفيدرالي داروا معايير اللي اختاروا بها الطاقم الفني هذا احنا نجهلوها المعايير لكن الاختيار هذا سابق لأوانه باش نقولوا اختيار سيء ولا اختيار صعب لأنه ببساطة ننتظروا العمل المنجز داخل الميدان بعدين إذا كان عمل إيجابي ونتائج نقولوا أصابوا في الاختيار وإذا كان عمل لا برودكسيون دو ليكيب ناسيونال ما تكونش في المستوى والنتائج ما تتبعش نقولوا ان الاختيار اختيار سيء. اذا الان بالضبط سابق لاوانه باش نتكلموا على اختيار جيد. لا كاين معايير ما نجهلوها المعايير من بينها ممكن نستخلص انه اعتمدوا كثير على اللاعبين القدامى اللي قدموا خدمات للفريق الوطني هذا معيار ظاهر. المعايير الاخرى نجهلوها. احنا الان الوقت هو اللي راح يقول اختيار صعيب او اختيار غير صعيب. زيد على ذلك بعد 10 اشهر من اليوم الى 10 اشهر كما قال صرار كان مقابلتي كان مقابله نيجيريا هي مقابله شكليه ولكن ليس معناها اننا نلعبها اكيد اكيد الجمهور ممكن الجمهور طماع تغيير نشوفوا الجديد القديم كان سلبي الان الجديد لازم يكون ايجابي وكان مقابلة مع غومبيا اعتقد في شهر مارس بعدها الى شهر جويلي. اذا في 10 اشهر كان مقابلتين مقابلة شكلية ممكن مقابلة ودية ومقابلة غومبيا. اذا وقت كافي للعمل وترسيم خطة ولا وجهة نظر في العمل التقني مع الفريق الوطني. توفيق يتساءل عن المقاييس نشوف احنا مما نستشفه من الطاقم الفني ربما الخبرة موجودة في مزيان إغيل وبدرجة أقل في جمال مناد أيضا الكاريزما كاريزما تاع اللاعب رغم أننا نريد كاريزما المدرب ولكن كاريزما اللاعب الكبير والنجم موجودة في شخص رابح ماجر ليطلب ويقول أنا محتاج لخدمات الخبير رابح سعدان. ألا ترى في هذه العوامل مجتمعة مفيدة جدا للطاقم الفني الجديد؟ أظن يعني العوامل جد وجد مفيدة وأنا جي لبالي واحد الكلام قالوا زين الدين زيدان ايوه لما بدا المشوار تاعو بدا يظهر لما بدا يتالق قال لهم انا اشكر كثيرا انشيلوتي قال لهم اعطاني نصيحه لما كنت ندرب معاه وطلبت باش نجي نكون مدرب مساعد تاعو اعطاه نصيحه قال له اذا اردت ان تكون مدرب كبير عليك ان تنسى بانك كنت لاعبا كبير عليك ان تتناسى على الاقل هذا كلام قالوا لازم تنسى بانك كنت لاعبا كبير وتركز عملك كله على التدريب ووصل الى ما وصل. نظل لما تستنجد الان في مديريه فنيه وكنت انا حتى وتوفيق راه امامنا في كل مره نتكلم
نتكلم على العمل الجماعي للمديريه، ما نتكلموش على مدير فني، باسكو مدير فني ما يقدر يدير والو، سي با اون بوليتيك جلوبال، حتى المديريات الجهويه كلهم ينشطوا، كلهم، مام حنا تكلمنا عليها السبت الماضي باللي المدير الفني الرياضي المدير لو دي تي اس اونيفو دي كلوب مشات لابيلاسيون هذه كانت في اواخر السبعينات وبدايه الثمانينات، كان كل نادي عنده المدير التقني اللي يتكلف بامور الانتدابات والتحضير الى اخره. نظن الان يعني بكل صراحه لحقنا المرحله المدربين موجودين. يعني اسماء المزيان مجار مناد شرف رابح سعدان الاسامي موجوده. ولكن دوك الواحد الموضوع اقدر الحين ندخلوا فيه ربما بعد شهر شهرين فيه درك تفتح الابواب لكل الطاقات وكل الكفاءات الجزائريه. لما تبحث الان حتى في الجزائر او خارج التراب الجزائري موجودين. يعني انا نجي ضد سياسه الاقصاء. لما نحبوا لحبينا نطوروا الكره ما عندناش الحق باش ناس تجي ضد مجار ولا ضد مناد ولا ضد إغيل ولا والعكس ايضا نتكلمش على مجر كل المكتب الفيدرالي والمديريه يفون سيبلي دي بيرسون حتى يكونوا رايحين يمدوا اضافه بالجانب التقني اونيفو دو لا ديريكسيون تكنيك ولا اونيفو دو دي ستاف تكنيك يقسيهم لان ما على باليش ربما ما يتفاهموش معاهم ربما ما يمشيوش في لا لين دو كوندويت تاعهم هذه الاشياء هذه لكن نحبوا ننجحوا الفوتبول الفوك لازم هاد الحوايج الكل انا قلت لازم نديروا مصالحه وطنيه رياضيه وهو اوبليغاتوار لحبوا ننجحوا اون بو تراسي دي زوبجيكتيف ا مويان اي لون تير سينو هكذا جروب ويتيري من جروب ويتيري من حتى وربما هذا من ابرز ما جاء في الندوه الصحفيه انه المدرب الوطني قال انه سيجمع ويبدا صفحه جديده نفس الراي هو راي الاتحاديه الجديده لكره القدم خطاب رابح ماجر مما ربما ماجر ممكن انه عمل كمحلل ربما هذا الامر ما خدموش بشكل كثير على اعتبار انه يقوم بالتحليل اكيد يتحدث كثير وبالتالي تؤخذ عليه بعض المواقف في اوقات سابقه لكن خطابه للاعب المحترف وللاعبين كلهم يعني احسن لاعبين كان خطاب واضح وصريح بدايه صفحه جديده الكل كما قال هشام الباب المفتوح للمنتخب الوطني من قبل كل المجتهدين بطبيعه الحال انا اعتقد بالنسبه للطاقم الفني ممكن نوصلوا تحليل قدوم جمال مناد وقدوم مزيان غيل هو دليل قاطع باللي تدعيم هاد اللاعبين بالطاقم الفني هو لتغطيه النقص ممكن الوقت اللي ضاع بالنسبه لرابح ماجر في الميادين عوضوا طاقم فني متكونين من مزيان غيل ما تنساوش كان مدير فني سابق شغل كل المناصب الممكنة. مدير فني كان رئيس نادي من اكبر نوادي رئيس نادي جامعي عنده شهادات تاعه كان مدير فني مدرب فريق وطني صحافي جمال مناد ايضا خبرته كمدرب درب عده فرق اذا نقص ممكن الخبره تاع الميدان ولا الممارسه تاع السيد ماجر تعوضت بقدوم هاد اللاعبين الاثنين اللي عندهم خبره كبيره وممكن ولكن السؤال اللي يطرح انا شخصيا ممكن نطرح سؤال على نفسي من هو اخر المسؤول على اخر قرار مستحيل القرار الاخير ياخذوه في ثلاثه مستحيل في بعض الاحيان احنا تقنيين مدربين ممكن في خطه نختلف انت راك عندك صواب وانا عندي صواب ولكن كلام من اللي يمشي داخل الميدان نظن لازم تتحدد لي بريروغاتيف داخل الطاقم الفني صلاحيات ما كاش رانا كلنا نخدموا جميعا لازم الصلاحيات تتحدد ويتحملوا المسؤوليه وكاين من هو ياخذ القرار الاخير هو بطبيعه الحال الناخب الوطني هو صاحب الكلمه الاخيره وبيصير يتحمل مسؤوليه كل القرارات التقنيه. طبعا هو المسؤول الاول والاخير عن القرارات التي تتخذ في نهايه المطاف بكل واقعيه، ما هي عوامل الايجابيه والسلبيه في الطاقم الفني الجديد؟ العوامل اذا كانت موجوده سلبيا ولا موجوده العوامل الايجابيه نظن مادام حسب يعني انت تكلمت على ماجر بانه كان قام كثير من حصص تحليليه النظره تاعو حسب التحليل انه سيعطي وجه اخر
اخر معايا. هذا يعتبر عامل ايجابي لانه موجودين انه يقدروا يشاهدوا كل المباريات يشوفوا اللاعبين كيف يكون الاداء تاعهم، كيف راه المستوى تاعهم في تطور ام لا. هذا العامل الايجابي. العامل السلبي اللي نشوف فيه انا سلبي، انا يعني ما دامش في لا كونفيرونس دو بريس ما تكلمش على التكوين كومون، ما تكلمنيش انا لي سونتر ريجيونو هذه المراكز الجهويه لكن السماء ولا تمطر ذهبا ولا فضه. كونت اون في لا فورماسيون لازم للنوادي. النوادي. اي كومون بريباري هنا ديريكتور تكنيك ناسيونال قدامنا، كومون بريباري سي زونترينور فورماتور، لانه فات عليها هو وكانوا يجيوه بوكو دونسيان جوار. كاين لي زونسيان جوار اللي مساكن لا غالب هذه الحياه المستوى الدراسي تاعو يكون ابتدائي ولا متوسط، ما يقدرش يدير اشياء. يجي يعني انا دائما كنا في بعض الحين انا كره القدم علم اللي من لا علم له، نجي نتخبى في كره القدم. دونك il faut essayer de donner de l'importance à l'entraîneur formateur. شكون هذا الانترينر فورماتور يا خويا؟ مادام عندنا الامكانيات وعندنا كما يقول لك لي تيت بونسونت، بعثوا الناس يروحوا يديروا دي ميسيون، يهبطوا لانجلتير، يهبطوا لايطالي، يهبطوا لاسبان، يروحوا يشوفوا كومون سا فونكسيون، شنو هي لا فورماسيون اللي رانا حاصلين فيها. اوترومون دي نقولوا نديروا 4 اون تخلص عهد اولمبيا ونلقاو روحنا اون با برودوي ان جوار. مسعود ممكن نوصل الفكره بالنسبه لي زونترينور فورماتور؟ انا نقول لك سي اون سبيسياليتي، ما عندناش دي زونترينور فورماتور اون الجيري. بارك الله فيك، هذه اللي حبيت نسمع. وما نعطيوش لي جون كاتيجوري لاي شخص. لا فورماسيون دي فورماتور موجوده، ولازم تكون عندك اولا قبل ما تتكون تكون عندك اعلى شهاده باش تمشي دير تكوين تاع فورماتور. صح فورماتور. اون ا دي زونترينور دي كاتيجوري جون، ولكن اون ا با دونترينور فورماتور. مي اون ا با دونترينور فورماتور اون الجيري. كنت عندما كنا في المديريه دخلنا في اتصال وكنا في تبادل مع الاتحاد الفرنسي، وكنا حين نكونوا ما لا يقل على 300 مكون، ولحقنا الى اون ايتاب تري افونسي بالنسبه للاتفاقيه، ولكن في اخر المطاف الاتحاد الفرنسي كان طلب مبالغ باهظه بالنسبه لتكوين المكونين، وحبست الاتفاق النقاش ولا تبادل الافكار حبست، وكان اجتماع اخر، وللاسف بعدين الاتحاديه السابقه كانت مشات والمشروع هذا مشى. ولكن باش ناكدوا ان في الجزائر مهما كانت قدره المدرب تاع الفئات الصغرى باش يكون، لكن مكون باتم معنى الكلمه هي سي اون سبيسياليتي، لازم تكون عندك اعلى شهاده ودير تكوين اخر، وهذه غير موجوده في الجزائر للاسف. هي واحده من مشاكل الكره الجزائريه. طبعا مشاكل الكره الجزائريه عميقه وعميقه جدا، وجب ساعات وساعات لمناقشتها والوقوف والوصول الى حلول ممكنه. طبعا الموضوع شيق وطويل، لكن الوقت لا يسمح بمناقشه نقاط اخرى. ندخل الى المحترف الاول. إذن نبدأ المحترف الأول من المباراة التي لعبت أمس، والتي جمعت بين اتحاد الجزائر أو اتحاد الحراش واتحاد البوليدة، وفيها حقق اتحاد الحراش أول فوز له هذا الموسم. الحارس واضح طبعا، محاولة نتيجة يكون الحكم يعلن عن بن براهم لحلو تابع شوف كان يعول كثير على بلعيد على قتال يكون محاولة يبقى قتال بتسديدة قوية. هل كانوا انه يلغي؟ نعم تمكن انه يخرج هذه الكرة، والحكم السيد بن براهم يعلن عن هي مشاكل المحاولة. ومعزوزي بقبضة اليدين ترجع لصالح أسامة هيلا بنوح
فلوح يدخل بطاقة عمليات الحول وإلى الركن. هاي الإعادة لا يعني حتى يعني شوف الإعادة لا كثير اللاعب يعني من زاوية أخرى لا شكرا لك هيك هذه ما فيش من زاوية أخرى شوف لا ما فيش ضربة جزاء من سي عمار في محاولة داخل منطقة العمليات لحامس عمار ثم ترجع هذه الكرة هل هناك حميدي أو عمار ربطي والعارضة ربطي يعني لولا العارضة التي كانت لعبة تعيين اللاعب. اتحاد الحرش إذن انتظر حكيمي لغاية الجولة الثامنة ليحقق أول فوز بينما البوليدة ما زالت تبحث عن أول فوزها في البطولة. احنا قلنا بالاتحاد البوليدة سيصارع من أجل البقاء حتى نهاية الموسم ما يقدرش يبدل الأهداف تاعه. أما اتحاد الحراش اليوم يقولوا تنفس نوع ما ربما لاعبيه راح يأخذوا ثقة رغم أن المأمورية ليست بالسهلة خاصة أن الفوز أمام فريق يصارع من أجل البقاء. تحكيميا زكريني الأمور سارت على ما يرام. لا بن براهم قراري بوفاصا كنا في الاستوديو شنا المباراة على المباشر أديناها أمس أدى مباراة في المستوى كان تحكيم جيد جدا في حالة تحكيمية هدفين صحيحين أربع بطاقات صحيحة حالة تحكيمية هذه هنا برك بنشرحوها شوية. شوف كي ضرب احنا واش نقولوا لا دائما لا غرونديسمون دو كور كي يكون التريونغل لازم يكون ان فيد هنايا هاو لو فيد هكذا توفيق راك تشوف لو فيد كاين فيد ولا ما كاينش كاين هكذا كاين فيد ماكاش اي بورتون يا ان تريونغل لو تريونغل il faut qu'il y a un vide هنا لو هاليك لي زاربيت كل الحكام راهم يسمعوا فيا المكونين كامل في الجزائر جاوا لي زيكسبير عموش قراونا كون يا ان فيد هنا اغرونديسمون دو كور كي يكون ما كاش الفيد هكذا ومغلوق كيفاش وين يقدر يدو هنا لا شوف راه مغلوق راك شوف كاين كاش فيد يدو كولي كومبليتوم مع الكور تاعو لا وجود لضرب الجزاء هنا الحكم طبق القوانين بحذافيرها العلامه الكامله للسيد بن براهم لا وجود لضرب الجزاء وهذه قررنا فيها العام اللي فات جاوزنا خطر على جال بينالتي وقلنا لازم تشوفوا لوفرتي لا خاطش علاه انا كيش تعرفتها بلي ماشي بينالتي حتى مازا وكلهم عادوا يتبعوا قال الحمد لله علاش ماشي هنا 2015 2016 2017 2018 ثلاث سنوات ثوره كبيره اكثر من 100 تعديل اكلاسيسمون تاع قوانين اللعبه لم تحدث منذ سنه 1883 ومن بينها هذه الحاله ارتفاع عدد الحكام لا هذه هي القوانين اللي تقول هكذا ومن بين هذه الحاله نمر الى المباراه المواليه نادي بارادو كان بطلا لواحده من اكبر مفاجات هذه الجوله بفوزه خارج الديار وعلى من على فريق اتحاد بالعباس بن خليفه كره ممتازه من هناك في الوسط ممتازة من بن يوسف ناحية ممتازة ماذا هناك 19 نشوف هنا الملالي سدد كورتو اصطدمت بيد حيث بشر يتكون من أربعة لاعبين خرباش ولكن كورتو فوق العارضة الأفقية في غير تماما من الجهة مباشرة ناحية بن خليفة بن خليفة يمر كرة ناحية عروس عروس التوزيع ممتاز صعبة خطيرة والهدف الأول لصالح نادي بارادو والتوزيعة شوف هنا شوف التوزيعة من عروس والارتماء من بن خليفة الطاهر القائد بن خليفة الطاهر يسجل الهدف الأول ويفتتح مجال التهديف لصالح نادي أتليتيك بارادو فريد الملالي يراوغ فريد الملالي يبقى محافظ على كورتو فريد الملالي تسديده خطيرة هذه الكرة والحارس طوال عثمان على مرتين ثنية من هناك خمسة أمتار وخمسين لصالح اتحاد بالعباس شاهد هنا زواري اللي يلعب في منصب منشط الهجوم زواري ينطلق من هناك صعبة خطيرة والحارس مساوي في المكان المناسب
حارس مساوي يحاول المرور عن طريق المراوغة، يوزع أماماش تهيئة الكرة، تبقى دائما في منطقة العمليات، محاولة ممتازة لصالح اتحاد بلعباس. هنا تهيئة الكرة لبالحسيني، وكورتو اصطدمت بأحد المدافعين اللاعب عبد الكريم زواري، كورتو دائرية مباشرة من هناك، ممتازة هذه الكرة، لكن ماذا يقول الحكم؟ هناك احتجاج من عناصر اتحاد بلعباس. شوف هنا كرة كانت ناحية بالحسيني، بالحسيني حائط بصري يتكون من أربعة لاعبين على ما أعتقد، درواش درواش درواش، والحارس طوال طوال في المكان المناسب. إذن الاتحاد بال أو أتلتيك بارادو يفعلها بعد ست سنوات ويفوز على إذن نادي بارادو يفعلها أمام من؟ أمام فريق يلعب ويقدم مستويات لائقة بعد مرور ثمان جولات. نادي بارادو مثلك مثل كل التقنيين، لست متفاجئا بما يقدمه؟ لا، ما نتفاجئش أنا عندما تكون مجموعة من اللاعبين يعملوا منذ ثلاثة أو أربع سنوات بطبيعة الحال من ناحية اللعب الجماعي، أكيد راح يظهروا بمستوى لا بأس به، وأيضا يسيطروا على من ناحية استحواذ كرة القدم، ولكن من ناحية الفعالية أنا أقول ما كانش فعالية كبيرة بالنسبة لبارادو. عندما تشاهد في سبع مقابلات سجلوا سبع أهداف، يعني معدل هدف واحد في كل مقابلة. الفريق أكيد من ناحية الاستحواذ هو أقوياء، والمبرر موجود، لأن فريق نعطيك على سبيل المثال في عجالة شباب بلوزدان، تحضير كارثي بالنسبة للتحضير نظرا لعدة مشاكل، الآن موجود في المرتبة الثالثة. لماذا؟ لأن نفس المجموعة اللي كانت تلعب في السنة الماضية هي اللي بدأت الموسم إلى حد اليوم هما اللي راهم يلعبوا، وبالتالي هذاك التنسيق اللي حافظوا عليه من السنة الماضية هو اللي ساعدهم باش يكونوا متنظمين داخل الميدان. من بارادو إلى بلعباس. بلعباس نعتبرها اليوم أنا مفاجأة، زيد الغيابات، الطرد اللي صرا في المباراة الأخيرة من اتحاد البليدة، خاصة في اللاعب تابتي اللي عنده وزن كبير ربما أثر عليهم، ولكن الفرق الكبيرة لازم بلعباس يعني يتعودوا يعرفوا باللي يكونوا فريق كبير، فريق كبير هو الذي ينهض من النكسات. هذه نتيجة ظرفية في سبع جولة أو ثمان جولة، الفريق عنده أداء مليح، لازم يبقوا دائما مركزين على الأدوار الأولى. أفضل من أن ينهزم في أوقات حساسة. مسعود لم تخن الذاكرة، بلعباس مدة حوالي سنتين ما ينهزموش في بلعباس، هذه أول هزيمة بعد تقريبا سنتين من اللعب في داخل الميدان. والمهم أن الفريق ينهض من هذه الكبوة. تحكيميا فيه بعض لقطات طبيعة الحال ما كانش، ولكن ما هيش مؤثرة على نتيجة المباراة، هذا هو الأهم. في حالتين تحكيميتين، الحالة الأولى هنا شوف يعني قد تفعل تسديدة نحو المرمى، اللاعب باليدين للاثنين شوف أوقف الكرة ما خليهاش تعقب، ضرب الجزاء لم يعلن عنها سيد عاشوري، زائد بطاقة صفراء. هذا بالنسبة للحالة، ضرب الجزاء لفريق بارادو لم يعلن عنها الحكم سيد عاشوري. هذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الأولى. الحالة الثانية نزيد ونعاودوا لمسة يد. هاي عندك. لمسة يد فيها 5 كريتير وفيها 11 اعتبار. أول حاجة هنايا هيك القاسمي المخرج قال لي قاست في يده، رشيد ميكيداش المساعد قال لي قاست في رجله. وصرار واش قالك؟ لا أنا نقول لك ما نقاس في يده، حتى ولو قاس في يده. أيوة. حتى ولو قاس في يده. واش يقول؟ البرومي كريتير، هاوليك البرومي كريتير، لا ديستونس أونتر لادفيرسير إي لو بالون، هذه تقولها إيفيت سيربريز. شوف خليها تمشي، خليها زيد. لما كي ضربت وين راحت؟ شحال كاين بيناتهم المسافة؟ نص متر، ما با نص متر. وزيد شكون اللي كان مور اللاعب تاع البارادو؟ لاعب اخر بارادو. ايوا معناتها لا وجود لضرب الجزاء، والحكم كان محق في القرار تاعو. هذا واش كاين في المباراه؟ هذه المباراه هذه ما فيها. اذا هذه هي الرؤيه. اخلاني قال انا كامل ماشي انت برك. على كل نمر الى المباراه المواليه والتي كان يفترض ان تكون قمه من حيث الاهداف، كانت قمه من حيث الاثاره، لكن كانت مباراه الركلات او ضربات الجزاء الضائعه، وجمعت بين شباب قسنطينه وشباب بلوزدان. بين بوشعر من الجهه الاخرى او عيشي، عيشي مازال يحتفظ بالكره ناحيه دراوي، وش ضيع عريب هذه الراسيه، وكاني به لم يكن ينتظر هذه الكره. عبد النور شوف الكره امامه، انا
اللي كانت فتحه في المستوى. نعم. ما كانش ينتظر فيها حقيقه اللي فاتت الكره سقطت على راسه. على راسه شوف مره اخرى ما كانش وكذلك راسيه مخادعه تروح الى الركن يقول الدافي. نشوف اللي كانت في القائم الاول راسيه بالخير مازال يحافظ على الكره يمرر ناحيه لاكروم ضيع امام رحماني لاكروم الحارس رحماني ربما درس مليح وقرا وبقى واقف يعني نعم. ما خلاه ما كذلك لاكروم لكن عاليه عاليه عن اطار الحارس رحماني بيسرى يفتل العارضة هذه المرة تنفذ الحارس رحماني شوف كانت مخادعة وما كانش محظوظ اللاعب عيشي شوف عمل نعم. كل شيء الكل حارس تبقى طايح والكرة مشت إلى القائم مباشرة هنا كان هدف محقق نعم. حتى الفتحة كانت ذكية من عريبي يعني. كرة ثابتة عن طريق الشاب بشو رقم 56 راح تكون طويلة راسية مخادعة ولكن جانبية من عريبي على الصورة عريبي. شوف كرة جميلة جدا وسدد بالراس شوف هنا راح للكره وسبق المدافع لكن الكره كانت يعني تشوفها بلي راح للمرمى مازال يحافظ على الكره امامه من ما يمرش الكره ونعماني ضربه جزاء نعم نعماني ربما كان فيه دفع من نعماني نعم سنحاول مره اخرى شوف بالخير نعماني نعم استعمل مرفق نعماني لكن نوعا ما نعم لكن يعني هذا ديال هذا من الجهه الاخرى ربما راح نشاهدوا احسن حتى شوف الحكم عينة يعني عينة شوف عينة فيه اعتراف دفع نوعا ما نعم لكن صعبه نعم لو راح بكتفه فقط كان ممكن جدا يسمعوا لكن الحكم غربه رغم انها فيها عبيد امام ضيع عبيد امام صالح الحارس القوي الشباك يعني لا هو كيف سيكون سيناريو نهايه الشوط الاول بعد هذه المخالفه لنعماني ولاكروم لكن بشو كاد ان يخادع اللاعب رحماني ربيح رجع كلاعب دفع يعني آخر. دفع اخر في التنشيط الهجومي يغير ظهار الخطا حذري ربيح 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 كرته تروح جانبيه خرجت مليح وكانت عاليه نوعا ما لكن هاي كره اخرى هاي كره في بطوش والحكم يقول ضربه جزاء بطوش توغل والحكم ضربان يقول ضربه جزاء بطوش فالخير على فريق شباب الجداد دخل مر الكره و اللاعب نعم ارتكب الخطأ العروسي عروسي ارتكب الخطأ شوف راح مباشرة الى رجل اللاعب نعم لاكروم ويضيع امام رحماني مرة اخرى حراس المرمى يتألقون حذرها والعمري مرة اخرى شباب قسنطينة امامه ياسين بزاز مازال يحتفظ لعب بالخير تسديده والحارس صالحي على الصوره ينقذ مرماه مره اخرى. لكن طريقه التسديد من طرف نعم. عبيد ومن طرف لاكروم ما كانتش في المستوى. شوف طريقه التسديد. نعم. ما كانش فيها. يعني هنا بين باللي راح يسدد على الجهه اليسرى تاع الحارس. حتى الطريقه ما كانتش قويه. ما كانتش قويه. هاي كره اخرى، سلمي ماذا يفعل الخروج؟ خروج والدفاع كاد لاكروم ان يسجل هدف. ونهاية اللقاء يعلنها الحكم وتوفيق دربال استمتع بهذه المباراة شأن الجمهور الرياضي الكريم حكيم سرار من بين المباريات القليلة شفنا الأسبوع الماضي مباراة مولودية وهران مولودية الجزائر 0-0 مباراة مثيرة أيضا اليوم مباراة ثانية على مستوى عالي رغم نهايتها بصفر مقابل صفر شباب الوزداد يعيش أزمة حقيقية في النتائج نعتبرها أزمة طالت إذا ما شفنا بلي ربحوا 4 مباريات الأولى وثلاث مباريات الأولى متتالية أما إذا نظرنا ما عاشه شباب الوزداد في المواسم الماضية نظن هو في موسم إيجابي 100% وبدون هزيمة اليوم يعني تقصد ترتيب الموسم الماضي في نفس هذا الوقت الفريق الوحيد الذي لم ينهزم منذ بداية الموسم فعلا. الفريق الوحيد في البطولة الأداء تاعه مميز يوصل كثير الى منطقة الخصم ما يخلق فرص نفس الشيء شباب الوزداد يعني كانت المباراة باهية لان الفريقين
عندهم مستوى ورم في تحسن يعني من مباراة لأخرى. شباب قسنطينة تقريبا الموسم الماضي الجولة السادسة كان يتواجد في المركز أو الجولة السابعة كان يتواجد في المركز السادس، وشباب لوزات كان في المركز الثاني عشر تقريبا في نفس التوقيت. عبد القادر عمراني كما يقال أو جايب حبة حبة مع شباب قسنطينة. لا أكيد حتى عبد القادر عمراني يعرف البيت تاع شباب قسنطينة جيدا، أنه هو اللي كان مدرب في الموسم الماضي وكان درس الوضع، لأن الوضع في الموسم الماضي كان وضع نوعا ما كارثي، درس ووجد الحلول اللازمة خاصة بالنسبة للتركيبة البشرية تاع الفريق، وبالتالي الآن ماهوش غريب. أنا شخصيا ما نستغربش أنه الفريق يحقق في نتائج. ممكن كلمة في عجالة بالنسبة لشباب الوزداد وتكلمنا عليها الآن، قوة شباب في الوزداد تكمن بأن في نفس المجموعة اللي كانت في الموسم الماضي معظمهم هما اللي راهم بداوا الموسم، لان اليوم كنا نشاهد شباب الوزداد كاين شبيره غايب، كاين حاميه غايب، كاين بالليلي، وهما ثلاثه لاعبين اساسيين. رغم ذلك ما شاهدناش نقص ولا الاداء، يعني الاداء كان مقبول. بالتالي يقول ان شباب الوزداد قوته تكمن في المجموعه، رغم انا نقول بدايه موسم نوعا ما صعبه وصعبه جدا خاصه بالنسبه للتحضير تحضير الفريق. وبالتالي يقول الان على شباب الوزداد استغلال هذا التموقع في الترتيب باش يكون يفيدهم حتى نهاية الموسم. وكان الله في عون لاعبي شباب الوزداد الذين يعانون مشاكل مالية كبيرة طال أمدها. تحكيمي الأمور مباراة صعبة جميلة، مباراة الحكام والحراس فعلا اليوم يعني بكل صراحة مصطفى غربال حس سعيد وعرف كانوا في المستوى. كل مرة نتكلموا على الأخر من النساء والمساعدين اللي أدوا دور كبير وكبير جدا، لان ولا خطا ارتكبوه. مصطفى غربال فيها قوه شخصيته اليوم، لا بريزونس تاعو، قوه اللياقه البدنيه الجيده، الا في حاله واحده، هذيك الحاله محمد بن نوزه يقول لي هذوك الحالات شوف هاي اللي يجبدهم يكون التوفيق من عند الله. مثلا الحاله هذه نشوفوا، نبداو بالحاله الاولى، ضربه الجزاء الاولى. شوف اللقطة هنا، شوف هنا، شفت المسك بالقميص، المسك بالقميص هنا، شوف كذلك زيد رشيد هنا. حبس هنا، هنا حبس. من الصعب للمساعد ولا الحكم يعني اذا شافها راه توفيق من عند الله. شوف كيفاه لحمه تاع ظهره راه يبان يعني فيه مسك بالقميص واضح، تري كره طلع معناتها كاينه يد شدت وجبدت، يد واضحه ايه معناتها يد شدت وجبدت، يد خفيه يد خفيه. هذيك الخفيه ما شافهاش الحكم، هذه الصعريه. انت بالنسبه لك المبرر انه الحكم ما يشوفش اللقطه هذه؟ كل شافها هذه نفس الحاله التحكيميه اللي صفرها بكواسه مدير الجزاء شباب الوزاد، اللي صفر ضرب الجزاء شباب الوزاد مسك من القميص. هذه الداخل شوف وين راح يشوفها، وهو قريبه بالصح من الصعب، لان الكره جايه، هو راه مع الكره، عيني راه مع الكره، اللاعبين هنا نساهم. شوف الشد لحمه تاع ظهره كامل راه يبان، ضرب الجزاء لم يعلن عنها سيد الحكم. هذه هذا موجود في المباراه الحاله الوحيده، ادى مباراه في المستوى بكل صراحه، يعني نمر شفت انا المباراه كلها. الى المباراه المواليه، هيكل يقول انه مازال فيه ضرب الجزاء، نشوفوا اللقطة. كاين ضربة جزاء تاع شباب قصا المفروض راجع دروسك. لا لا هو اللي ما جابش. شوف انا نعماني بورتو وصيتو كي كان معايا في البلاطو. شوف بيروح يلعب بالكرة برجله، ما راحش للكرة، راح مباشرة للعب. لو لعب بالكرة وقع الكونتاك عادي، هو ما راحش مال. شوف نيته قصده كل حتى الحكم قريب جدا. شوف وراه غربان على تمركز لونج دو فيزيون عنده، شون دو فيزيون عنده، لهذا شوف بدون تردد الاعلان عن ضربه جزاء، وضربه جزاء صحيحه وشرعيه لا غبار عليها. هي التقنيه حتى الكره كانت رايحه دون زانونغ الفيرمي في زاويه مغلقه، مغلقه، اللاعب المفروض كان يغطي الكره وممكن ما يرتكبش خطا. الى المباراه المواليه وهي مباراه دفاع تاجنانت ونصر حسين داي، والتي ضيعت فيها النصريه الفوز في اللحظات الأخير أو قبل ذلك، لقاء مولودية الجزائر شبيبة القبائل. فعلا لقاء كان في المستوى، عرف فوز المولودية مباراة علق عليها محمد جمال. بدفاع الشبيبة بالرأس، محاولة لا وجود لها، صعبة خطيرة بلجيكا، وضعت أول فرصة في هذه المباراة، هي أول كرة وشعل. شوت
يلعب كرة من هناك، ثنائية بينية ممتازة مع بالغ محاول يوزع كرة داخل منطقة العملية. درارشاوة أول أهداف المباراة، والاستقبال الممتاز للدرارشا في هذه الكرة، والتوزيع كانت محضرة كما ينبغي أن يكون. بالدبكة المتابعة بالرأس من درارشا في شباك الحارس عسلا، ليس بإمكانه أن يفعل أي شيء. يوصل الكرة لدرجة، هدفه الوحيد في المباراة لحد الآن. درجة هيلو يقدم كرة ممتازة، محاولة من درجة يسدد ويسجل الهدف الثاني. المتابعة الممتازة يسجل الهدف الثاني درجة. يا سلام على أحلى كلام من درجة، ينصب نفسه اليوم هدافا جسد وجسمي عسلة. هي الأولى والثانية والمتابعة الثالثة في شباك من درجة بقوة. هي زاحفة صعبة الكرات الأرضية من درجة. جوني فشي صعبة المباراة، صعبة بقاش يخرج من الحراسة بسرعة. قاروي يوصل كرة، عودة ممتازة رائعة من العبدات. يا للروعة شيل المولودية. درارجة هو الهداف، ثنائية دقيقة 18 و63. يا سلام قوة كبيرة من يطو، الحارس ببراعة شعال يخرج الكرة إلى ركنية، يتلقى التشجيعات والتهاني يطو في الأولى وفي الثانية. هدد مرمى شعال الذي كان بارعا، سنشاهد. هيا قوة كبيرة، نعم المس الكرة ليتم مقابل الأشياء في الوسط. صافرة الحكم السيد عويلة سعيد تعلن عن نهاية الكلاسيكو بين المولودية والشباب. الكلمة في الأخير عادت لفريق مولودية الجزائر ربما بعد فوز أول أمام اتحاد بسكرة. بعد العودة بنقطة التعادل من مولودية وهران، نظن رجعت الثقة للاعبين المولودية، وجاء في مباراة الكلاسيكو يعني ما بين شبيبة القبائل والمولودية اللي عندها أهمية كبيرة عند أنصار الفريقين. ظن استغلوا ثاني الحالة النفسية، الإفشاي يقول لهم هذه ليست شبيبة القبائل التي كنت أعرفها بدون شك. أيوة. يعني عندها سنين وسنين وتقدم في السن، يعني شبيبة القبائل فريق سيلعب من أجل ضمان البقاء وانتهى. هذا هو لازم طموح حتى الأنصار، لازم يتفهموا بلي المستوى الانتقالي للفريق مرحلة انتقالية وبعدها كي يرجع الأمور كاملة. شبيبة القبائل يعني مرة تفوز ومرة تنهزم، ما عندهاش استمرارية في النتائج لا السلبية ولا الإيجابية، رغم أن الوضع أحسن من الموسم الماضي. بطبيعة الحال قلنا ما كانش استمرارية في النتائج لأن كاين تذبذب وعدم التوازن في نفوس اللاعبين والمسيرين، مرت بعدة ظروف صعبة جدا، ثقة ضيعوها اللاعبين، تغيير الطاقم الفني، مشاكل صارت ما بين ذهاب الطاقم الفني الأول وقدوم سيتشاي، كل هذه تأثر على المردود، حتى اللاعبين ما يعرفوش الظلة تاعهم داخل الميدان خاصة عندما يتغيروا المدربين. كان بالنسبة لك الوضع يفترض مثل هذه النتائج. محمد زكريني قبل الحديث عن حكم هذه المباراة لابد من العودة حتى ما يزعفوش علينا أنصار القسطين. نشوف هيكل لقطة المباراة السابقة تاع شباب الوزدان. أيوة. شوف اللاعب هنايا باش يروح يلعب الكره كذلك، ما لعبش الكره راح لعب رجل اللاعب ضرب. شوف غرب الوراه التمركز الجيد التموقع الجيد تقريبا في نفس المكان ضرب الجزاء. لا هاني فهمتك، دا مباراه في المستوى. شوف ضرب الجزاء صحيحه وشرعيه لا غبار عليها. شوف غرب صفرها، نعم شوف شوف الصفاره يدو كيف يطالع الفموق مشي مشي. لا صفرها احنا شفناها في لا بيشوفها حكيم لانه كان غايب. شوف شوف يدو كيف راه طالعه صفر ضربه جزاء. نكتفي بهذا القدر هيكل، امور واضحه بالنسبه للمباراه مدريد الجزائر شبيبه. التلفزيون الجزائري قدم 6-7 مباريات في الاسبوع، ثم كل مباريات نشوفهم عوينه مع المساعدين تاعو
كشيدة وبن عيسى كذلك 2-0 هدفين صحيحين وكان في المستوى العلامة يعني كاملة يعني العلامة الكاملة العلامة الكاملة تمنح من ذكريني من بلاطو ستوديو المحترفين. المباراة الموالية هي مباراة دفاع تاجنانت ونصر حسين داي وفيها عاد الدفاع من بعيد معادل النتيجة في اللحظات الأخيرة. مباراة دفاع تاجنانت نصر حسين داي حملت عنوان لا بديل عن الفوز بالنسبة للتشكيلتين لوضع حد لسلسلة النتائج السلبية في مباراة جاء شوطه الأول دون المستوى. سجلنا خلاله محاولة واحدة لأصحاب الأرض عن طريق بالمختار في هذه التسديدة التي علت مرمى بالصوف خير الدين وشوط أول انتهى بالتعادل السلبي 0 لمثله. كل شيء لعب في المرحلة الثانية التي كانت أحسن من سابقتها حيث تمكن عناصر نصر حسين داي من الوصول إلى شباك المحليين عن طريق اللاعب شويتر عبد الرؤوف في الدقيقة 57 من زمن المباراة وهدف لصفر مع بداية المرحلة الثانية. النصرية كانت الأحسن وكان بإمكانه إضافة أهداف أخرى هنا عن طريق حراق وكرته يتصدى لها المدافع جيتون ثم رحمون البديل الذي استدعي من الفريق الرديف ضيع وجه لوجه أمام ليتيم نفس اللاعب وفي هجوم معاكس كاد أن يضاعف النتيجة لولا الحارس ليتيم وهي الفرصة التي سيندم عليها عناصر النصرية لأنه في الدقيقة الأخيرة من وقت بدل الضائع المحليون يتمكنون من تعديل النتيجة عن طريق بالمختار الذي حول كرة زميله دوسي كوتشو إلى شباك بوسوف وهدف لهدف كانت نتيجة اللقاء النهائية. من الصعب يعني صعب تتجرع عندما يعدلوا لك في الثواني الأخيرة يعني كل المدرب ولا اللاعبين صعبش نجرعوها ولكن الحمد لله هذه هي كرة القدم كانت هفوة في الأخير اللي ما ركزناش عدلوا نتيجة نظن النقطة خارج ديار دائما مفيدة من الجانب المعنوي إن شاء الله راح نكمل نعمل بنفس الوتيرة وما يخفلكش باللي التعداد يعني اليوم كل جلهم من فريق أقل من 21 سنة نظن أن اللاعبين راهم مشكورين على هذا الأداء تاع اليوم ومشكورين على النقطة هذه. ما شفنا اليوم اللاعبين يعني كانت عندهم إرادة بغا يفوزوا بالمباراة ولكن أنا نظن لعبوا بحسب إمكانياتهم تمنينا تكون المساندة تكون إيجابية وتمنى اللاعبين يعني يلعبوا أكثر ثقة في النفس سيرتو إلا كان حسوا بالمساندة تاع الأنصار تاعهم ولكن قلت لك كاين بعض الأطراف توت لا سيمان هما قاعدين يعني يبرتريبيو في الليكيب لعبنا ضد فريق اللي على بالنا به يعني اللي لعب مليح خرج الديار يدافع مليح ومش اول مره يعني اللي حصل على نتيجه ايجابيه دونك انا نظن اليوم الشيء اللي كان ربما ناقصنا اللاعبين ما كانوش يعني مركزين مليح كانت نرفزه كبيره عليهم كانوا خايفين لما يفوزوش بالمباراه الشيء اللي خلاهم ربما يعني ما يبنيوش الهجوم تاعهم ما يصبروش في اللعب تاعهم ولكن الحمد لله نظن على العموم يعني اللاعبين مشكورون لأنه قلت لعبنا المباراة في ظروف جد صعبة. إذا النتيجة النهائية هدف لهدف ياسين بوخناف استجوب المدربين في ختام المباراة نبيل نغيز غير راضي على النتيجة المسجلة. بدون شك يعني نبيل عانى في المباراة الأخيرة وانهزم يعني بصعوبة يعني رغم الغيابات الكثيرة اللي كانت عنده في مباراة شبيبة الثورة بعدها يعني في مباراة ثانية يمشي للشرق الجزائري ودفاع تاجنانت اللي كان يعني في البحث على 3 نقاط في هذه المباراة نظن يعني التعادل بطعم الهزيمة يعني بدون شك لأنه جاء في الدقيقة 94 ولكن شخصية الفريق يعني ما دام انهزم في الثورة وتنقل مباشرة إلى تاجنانت وكانت عنده قوة الاسترجاع والتفكير يعني بالعودة بالنتيجة زاد غيابات كثيرة في نفس اليوم عنده ما زالوا عنده غيابات اليوم وللدقيقة 94 كان متفوق يعني نظن باللي راه يقوم بعمل جبار وراه النصر حسن داي اظن انه بين ايادي امنه للمستقبل المتوسط والبعيد. والاجمل في كل هذا ان نبيل نغيز يؤمن بما يقوم به حتى الان دفاع تاجنانت هو الاخر لا هو في وضع سيء ولا في وضع حسن نقدر نقول وضع متوسط. اكيد وضع متوسط يعني فريق اللي فاز الا بمقابلتين اثنين اليوم بصعوبه عدل النتيجة أيضا فريق اللي غير المدرب تاعه في بداية الموسم
نظن لازم متسع من الوقت للسيد بواسا باش يتعرف كثير على اللاعبين وايضا هما يتعرفوا على طريقه العمل تاعو. بالنسبه لنبيل نغيز ممكن كلمه ايضا، ما ننساوش ان فريق نصر حسين داي لم يقوم بالتحضير في بدايه الموسم، وبالتالي كل الفرق اللي خاصه اذا كانوا فيها تغييرات كثيره بالنسبه للاعبين وما يكونش تحضير جيد راح تلقى صعوبه، نقدر نقول لك حتى المقابله العشره ممكن يبدا التوازن وايجاد الضاله ابتداء من المقابله العشره بالنسبه لهذه الفرق اللي توفر فيها شرط غياب التحضير الجيد. ذكرني تحكيمي الامور مشات على ما يرام. صعب، انا عجبني نبيل نغيز لما يقول صعب ان تتجرع التعادل في الوقت بدل الضائع. شفنا اللاعبين تاع نصر حسين في اخر المباراه رايحين للحكم علاه بعد تسجيل الهدف اعلن لعب شويه صفر. صعب انك ب 94 تقبل الهدف، ولكن كنت نسمع انايا ما فيه ولا حاله تحكيميه تذكر. الى المباراه المواليه واللي هي التي جمعت اولمبي المديه مع المتالق هذا الموسم فريق شبيبه الصاره الذي استسلم للامر الواقع وتلقى هزيمه امام فريق اولمبي المديه. المباراه حضرها محمد شوماني. شوط اول بدا من دقيقه الصمت ترحما على الراحل رئيس غالي معسكر، ثم عناق بين المدربين بوعلي وسليماني في مباراة حكمها الثلاثي أعراب بيوض وبن ناصر بامتياز. وفي الصورة المدافع الأيمن للأولمبي بوسالم يروض الكرة ويسدد جانبية كاشفا عن نية رفقائه في التخلص من ضغط الجمهور والنتائج. بوشيبا القصير الخطير يتلاعب بأكثر من لاعب ليسدد جانبية مرة أخرى. الأولمبي بتخوف وتردد حاول تنظيم صفوفه وسليماني دفع بلاعبيه في الدقيقة 20 مع ركنية تنتهي بين أيدي الحارس بوقاسم الذي استسلم بعدها في الدقيقة 35. المايسترو بوشيبا يوزع الكرة يمينا وبوسالم يضعها فوق رأس الباهي الذي وقع الافتتاح وبداية سمفونية الأفراح. شبيبة الصورة حاولت الرد بسرعة ورفعت النسق بعدما تحكمت في الكرة ليضيع المخضرم جاليت ما لا يضيع قبل نهاية الشوط بأفضلية المضيف. الضيف في المرحلة الثانية بدأ برفع النسق لكن الأولمبي رد بهجمة معاكسة من الحارس شيكر إلى رأس الباهي إلى تسديدة بوبكر إسلام وارتماءة الحارس بوقاسم. دقائق بعدها ومن كرة تماس أزماني الباهي يبهج الأنصار بثاني الأهداف. وفي الدقيقة 64 بطاقة صفراء ثانية للاعب كل الخير بعد تدخل خطير على مداني لاعب الثورة. الحكم أعراب يشهر البطاقة الحمراء مع بداية التغييرات بدخول زايدي من شبيبة الثورة التي صنعت اللعب والخطر بتمريرة ميليمترية من بوردين. زايدي يفشل وجها لوجه أمام شيكر. حدث هذا ربع ساعة قبل الختام. بوردين مرة أخرى من ركنية فوق رأس اللاعب وجانبية مجددا في لقطة حبست الأنفاس. زايدي سدد مرة أخرى وشيكر ينقذ مرماه ليخرج علي يحيى شريف من الصورة وميدون من المدية لصالح بن قويدر ومطراني. اللاعب تواصل وتوقف بخروج أزمامي لصالح شخمام في تغييرات كسرت سيطرة الشبيبة قبل صاروخية المايسترو بوشيبا التي هزت العارضة والأنصار الذين صفقوا للباهي وهو يغادر لصالح زميله في الدقيقة الأخيرة. دقائق أربعة قبل صافرة النهاية للثلاثي أعراب بيوض وبن ناصر في مباراة لم تكن سهلة بالمطلق. نظن الحمد لله على لي 3 بوين تاع اليوم هذوما كما على بالك وين درنا ديفا تمانا الجايه ما دخلناش مليح في المغرب فوالا درنا تما فوبا ماتشينيل نقدروا نقولوا فوبا وين دخلنا ما دخلناش مليح مي الحمد لله قعدنا كونسونطري نظن ميريتي الفوز تاع اليوم. شبيبة الثورة اللي تحسن تفاوض خارج الميدان تاعها ولهذا كنا عاقدين العزم باش نفوزوا بهذه المقابله وكما لاحظتوا نظن باللي كنا واقفين بيان في الملعب. نظن باللي
صدر العناصر المهمة تاعهم نقصنا من المفعولية تاعها، عدة عوامل ما كانتش لصالحنا، من بينهم أرضية الميدان، وضعية الخصم خاصة، والجمهور كما قولك فريق الخصم. نظن في الحقيقة يعني بدينا مليح، دخلنا في المقابلة، ولكن المقابلة لعبت على جزئيات. نظن كورتين يعني سمحت الفريق المدية لتسجيل الهدف. إذن فوز أولمبي المدية بهدفين دون مقابل، الباهي كان باهيا اليوم، والثورة ربما لا خوف عليه مدام أنه ما زال في المركز الثاني. بل يعني الثورة لا يسافر جيدا، يعني حتى يعني الأخر جابوا نقطتين، يعني نقطة مع شباب الوزداد ونقطة مع شبيبة القبائل، هذه ثاني هزيمة خارج ديار بعد ما هزموا في الصيف، واليوم مع المدية. الأولمبي المدية نظن الفريق اللي انا نسميه راهو في سميت احمد سليماني كوم لابورانتا، راهو في مخبر، صاحب المخبر، صاحب المخبر، ما ينهزمش امام ولدية الجزائر في العاصمه، امام وفاق سطيف في سطيف، امام شباب الوزداد، امام الثوره. يعني نظن لحد الان الخلطه بدات تظهر، ما على باليش راح يوصلنا، ما يديرناش مفاجاه كبيره. اما شباب الثوره كما قلت نعرفوا بان شباب الثوره فريق اللي يخلق فرص كثيره وكثيره جدا في ميدانه، لما يخرج خارج ديار تتبدل عليه الامور حتى، وتقول موش نفس الفريق اللي يشوفوه في بشار. برايك توفيق، اشكاليه عدم تحقيق النتائج الايجابيه خارج ديار بالنسبه للثوره هي مستمره منذ الموسم الماضي، في رايك ما هو الخلل؟ الخلل اعتقد انه ما تابعتش كثير المقابلات تاع الثوره، ولكن المقابلات القليله اللي شاهدتها كاين تغيير حتى في طريقه اللعب عندما يخرجوا خارج الديار، وعندما تكون تلعب امام جمهورك داخل ارضيه ميدانك تعرف لي روبير تاع الملعب تاعك شيء، وعندما تخرج لميادين مختلفه شيء اخر. وبالتالي نقول ان في رايي الفريق لازم يلعب بطريقه، في رايي انه الطريقه اللي يلعب بها خارج ديار ممكن ما عطاتش الثمار تاعها، وبالتالي اعاده النظر في طريقه اللعب خارج الديار، خاصه ربما العمل الهجومي والمغامره الى الامام خارج الديار. ذكريني، نعم، ما وصلك من اصداء بالنسبه لهذه المباراه؟ تحكي ولو انه محمد شوماني فصل في هذه المباراه على ما حبيتش الهضره، انا قال اعراب بيوت بخالد ادوا مباراه امس، قال المباراه لم تكن سهله وادوا المباراه بامتياز، هذا ما عندي ما نقول. بالنسبة لك لا كلام بعد كلام محمد شوماني الذي غطى هذه المباراة. إلى المباراة الموالية وهي التي جمعت اتحاد بسكرة بمولودية وهران، حضرها سعيد بلعز. مباراة اتحاد بسكرة ومولودية وهران حضرها جمهور غفير، وأدارها السيد لطفي بكواسة كحكم رئيسي بمساعدة إبراهيم راشدي وعوينة كحكم رابع. اتحاد بسكرة كان سباقا لافتتاح مجال التهديف في الدقيقة 15 بواسطة برباش، بعد عمل جماعي انطلاقة توغل وتسديد وتوقيع أولى أهداف المباراة، الهدف كان جميلا والمدرجات انتفضت بالأخضر. لم يمضي من الوقت الكثير ففي الدقيقة 19 الحارس المخضرم سي محمد سيدريك يرتكب خطأ فادحا أمام الآلة الهجومية طيبة، هذا الأخير كان قريبا من اللقطة، استغل الهفوة المرتكبة وسجل موقعا هدف التعادل لصالح المولودية الوهران. عند الدقيقة 30 هجوم اتحاد بسكرة يشن حملة خطيرة، واللقطة تأتي بالجديد حينما أعلن حكم اللقاء السيد لطفي بكواسة عن ضرب الجزاء. اللقطة والصورة توضح الوضعية التي جاءت إثرها الضربة، ونترك الحكم لخبراء التحكيم. عقبي ينفذ ويضيف الهدف الثاني لصالح اتحاد بسكرة، وفرحة عارمة للمسجل والزملاء ونهاية المرحلة الأولى بتفوق أصحاب الأرض. الشوط الثاني دخله ابناء الباهية بقوة في محاولة للعودة في النتيجة، وعند الدقيقة 65 عواد يقود هجوم معاكس على الناحية اليسرى يفتح في العمق، والسيد بوكو سيعلن عن ضرب الجزاء لصالح المولودية. القرار أثار احتجاجات لاعبي اتحاد بسكرة،
الصورة أمامكم ونترك الحكم لخبير التحكيم السيد محمد زكرين. الطيبة نفذ سجل ووقع على ثنائية التعادل الإيجابي أمام فرحة عارمة لجمهور الباهية الذي تنقل إلى بسكرة لمساندة فريقه، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي. وبالنسبة للمولودية تعادل بطعم الفوز، وبالنسبة للاتحاد لا زال ينتظره عمل كبير لتفادي سلسلة النتائج السلبية داخل الديار. ونتيجة إيجابية أخرى لفائدة فريق مولودية وهران خارج الديار. بعد النتيجة الإيجابية بالمدية اتحاد بسكرة كنا نتوقع أن الأمور تتحسن، لكن تعثرات بالمتتالية بالنسبة لاتحاد بسكرة حكي. صحيح، يعني احنا كنا فريق يعني طلع السنة غير التركيبة كلها، يعني في انتداب 18 لاعب، قلنا أنه مرحلة التعود أيضا من الصعب جدا يعني باش ينطلق بقوة ويستعرض عضلاته وهو ضيف على القسم الوطني الأول. ظل لازمهم يبقوا يعني متمسكين بحضورهم في الباقة، يعني ما زال كثير مباريات. هو المشكل في الفرق تاعنا لما تنهزم المباريات الأولى الناس كل تضيع الأمال وتأخذ موقف، حتى الجمهور يغادر والجمهور ينسحب إلى آخره. لازم تبقى مع فريقك حتى نهاية الموسم، يعني ما فيش حل إلا الصبر. إلا الصبر رايح ترجع، ربما من الأحسن تصبر مع فريقك. ما زال كثير مباريات، 22 مباراة. أما فريق مولودية وهران هو الفريق الذي لا ينهزم كثير، نهزم مباراة واحدة، يسافر جيدا حق شبيب تصورة، حصل على 7 نقاط ويجد صعوبات داخل الميدان أيضا. داخل الميدان ولكن جاب 7 نقاط من خارج ديار، هذا مهم جدا. الترتيب تاعه راه متقدم، وعنده من جملة 8 مباريات انهزم إلا في مباراة واحدة. هذه راح تمد له ثقة وتعطي البعكاز فكر آخر، طموح آخر. على ذكر بعكاز، آخر الأخبار تفيد بأنه المدرب باتحاد بسكرة قد يقال أو أقيل، عمر بن العطية. حسب آخر الأخبار قيل لي أنه أقيل من المنصب تاعه. برأيك هل هو حل؟ لا، هذا عامل أن نتفق مع حكيم عندما يقول لك لازم يقعدوا الجماهير تساند الفريق تاعها حتى نهاية الموسم، هم ضيوف على الرابطة الأولى، وبالتالي عامل الاستقرار يلعب دور كبير جدا في تحقيق النتائج. أنا أقول أنه ممكن إذا كان إقالة سيد بن عطوي هذا ممكن مش راح يساعد الفريق في الحصول على نتائج إيجابية. بالنسبة لمولودية وهران الآن أعتقد أنها تحتل المرتبة الثانية. نظن السيد بوعكاز راه يقوم بعمل جيد مثل ما قام به في الموسم الماضي رغم الصعوبات مع فريق غينيزان، الآن ويحقق في نتائج. أعتقد أن فريق مولودية وهران سيجد الظلة تاعه في الموسم هذا. مولودية وهران التي تملك في رصيدها 13 نقطة بعد كل من بارادو شباب الوزاد وشبيبة الثورة، هذه الفرق تملك 14 نقطة والرائد دائما هو شباب قسنطينة ب 17 نقطة. بالنسبة للتحكيم، المباراة هذه أدارها ثلاثي التحكيم سيد بيكو وصل لطفي، إبراهيم ورشدي، إبراهيم ورشدي في حالتين تحكيميتين كنا نتكلموا هنايا، قلنا صعبتين ولكن لا صعبة لحد الكاميرا وراها داخل أرضية الميدان. شوف هيكل الصور رشيد ميكيداش أيضا يروح أنت يا وفريها أنت هنايا، أنا هنايا غير السنة وغير الزكريني يفريها هاني فيها. شوف اليد اليسرى، شوف عاود ولي اللور شوف أمشي زيد خلي تمشي، هاي الدفع هنا الدفع في ظهره، هاي اليد في ظهره الإكستنسيون دي برا في ظهره وزادت خلي تمشي اللقطة، خليها تمشي هاليك وراها الدفع. أيوة هذا بالنسبة للحالة الأولى، يعني واضحة فعلا وضعية الكاميرا صعبة جدا. أنا ندير هنا ندير الخبره تاعي وتجربتي تاع 25 سنه في الميادين في هذه اللقطة. لما تكون الحاله ما كاين، انا شفنا اليد اليسرى كيفاش دفعت لاعب اتحاد بسكرة. هذا بالنسبه للحاله الاولى. الحاله الثانيه نشوف طبعا اصعب من الاولى، اصعب. اروح انت نعطى الحكم صراري في السر اللقطة. يا والله يعجب الشيخ الحكيم. شوف هنا هاي شوف رده الفعل تاع لاعبين مولوديه وهران، يعني ماشي مهبل يرفعوا يديهم في زوج رقم 8 شوف بعدهم ذكريني شوف اليد وين راح شوف لا صعبه في الاحتجاج.
لا لا في الاحتجاج. لا 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 ما نشوفش غير لا لا احنا جزائريين عندنا اللاعبين تاعنا غير اللي قلت في السماء في الحاله. فعلا الحاله صعبه ووضعيه صعبه. انا هنا باه ما نظلموا لا الفريق لا الحكم، ولكن كحكم انا اثق في الحكم. الوضعيه صعبه بالنسبه للكاميرا وزملائنا من محطه قسنطينه معذورين لانهم لم يجدوا المكان المناسب لوضع الكاميرا للعمل في ظروف مناسبه ومواتيه، يعني مضطرين لوضع الكاميرا في ذلك المكان. نأسف لعدم وجود أمكنة خاصة بالكاميرا. طبعا الجولة المقبلة الجمعة والسبت كالعادة ستتابعون على المباشر 5 إلى 6 مباريات، فيه مباراة لحساب الرابطة المحترفة الثانية جرت اليوم، جمعت بين غالي معسكر ومولودية العلمة، وحضرها سيف الدين بن زردة. على أرضية ميدان ملعب الوحدة الأفريقية نزلت مولودية العلمة ضيفة على متذيل الترتيب غالي معسكر الذي دخل في حالة حداد بعدما ودع رئيسه علي مريح الذي خطفه الموت في حادث مرور أليم. المرحلة الأولى ميزها الخجل الهجومي، وأخطر فرصة فيها جاءت إلى غاية الدقيقة 43 عندما ارتكب حارس مولودية العلمة خطأ كاد يكلفه أول الأهداف. حارس غالي معسكر يونس كرر نفس الخطأ ولكن لا شيء تغير على مستوى النتيجة وانتهى الشوط الأول. معذرة طبعا لزملائنا لأن الموضوع وصل منذ لحظات، لم يكن الوقت ولم يسمح لنا الوقت لمراجعة الموضوع قبل عرضه على الشاشة الصغيرة. نصل إلى ركن ذاكرة الاستوديو. الركن الذي ينتظره الكثير منكم سيدتي سادتي، حكيم سرار كما تعود دوما أنت معجب بهذا الركن مثلك مثل جمهورنا الرياضي العريض، اليوم نسألك أنت ولا زكريني؟ يعني من الأحسن ولا غير تسأله هو خير، هو يرجع دروس راه يقراو راه كل سمانة يجيب لنا حاجة جديدة. زكريني، مباريات كثيرة جمعت المنتخب الوطني بالمنتخب المغربي الشقيق، ما هي المباراة التي ما زلت تتذكرها؟ كاين مباريات كثيرة ولكن المباراة الجميلة والكبيرة اللي لعبوها في 79 في المغرب اللي الجزائر فازت 5-1. يرجع دروسه جيدا. قلت لك هذا اسمها لا تاريخيا واش كاين بيناتنا وحنا والاشقاء تاريخيا. يسمى هذه مباراة تريح لعله لأنها فيها حكاية ما نحكي لك. أعتقد أنه لما في كل مرة نكون حضر في البرنامج تطلع على أوراقي. والله ما كنت هنا والله ما شفتك. وفعلا كانت واحدة من أجمل مباريات المنتخب الوطني 5-1 بها المغرب لحساب تصفيات الألعاب الأولمبية سنة 1980 لموسكو. توفيق، فعلا أيام جميلة للمنتخب الوطني لاعبين كبار. أكيد لأن كانت مهارات كبيرة داخل الميادين، ما كان لا مراكز تكوين، كان الشارع هو اللي يكون ولا اعتناء بالفئات الشبانية عندما يكون لو طالون، وهذا لو طالون اللي مقصود الآن غير موجود في كرة القدم. لأن نقول لك أنا نامن بها، الآن الشارع ما راهوش يلعب الدور تاعو في تكوين اللاعبين، المساحات أصبحت منعدمة تماما. لان هاد اللاعبين ما تقوليش خريجين مدارس اللي تكونوا فيها، وما تقوليش كانوا عندنا دي غرون فورماتور، كان عندنا مدربين يعملوا بالخبره تاعهم، ولكن الشارع عندما تمارس 5-6 ساعات في اليوم في الشارع تولي بارع داخل الميدان. كما قلنا انا نزيد شويه خالف ورايكوف، تحيه للمدرب القدير خالف محيط. نزيد شويه كلام التوفيق في التكوين، انا شتي بزاف البرونشي في التكوين، في التكوين في انجلتر يقول لك الجانب اللي تاخذه من البرع ما هو واحد صغير وموهبه، تاخذ الجانب لكوتي السوسيال تاعو، الحاله الاجتماعيه تاعو كيفاه. لو كانت الحاله الاجتماعيه تاعو متحسنه ينتظروا منه، هذا كي يتكلم لك على الشارع، هو الشارع انا نسميه الحاله الاجتماعيه، كيفاه كان اللاعب في السبعينات الثمانينات بالجانب الاجتماعي، اخلاقيا التكوين تاعو النظره تاعو حبه لكره القدم. في المدربين
يعني نقطة بسيطة برك. يعني في 79 يعني شوف الدنيا سريعة جدا والأمور تتسارع. أن خلف محي الدين كان يعني نذكر في جريدة الهداف على ما أظن وين يقولوا عليه أصغر مدرب أصغر ناخب وطني 35 سنة في 79 اللي تيجانا 35 حاكم الفريق الوطني ماشي حاجة. اليوم 35 سنة مازال يقول مازال نزيد نلعب عام ولا عام. ذكريني أيام جميلة أيضا لكرة القدم. لا أنا مفرح وأنا شرف كبير كيما حكاية ولكن كبير لي أنا. أنا اللي حضر وحكم جيل الأخضر باللوم يحتل جيل عمار عمور يعرف كلش ويقدر. أنا واحد حكيم وناس إني واحد أنا كنت إضافة الآن. أنا كان لي لقاء مع سيد بلاكار عندما تنقلت إلى باريس في إطار العمل يفكروا أن في البطولة حتى العمر 15 سنة يقول لك الأطفال صغار خليه يبدع ما توجهوش خليه يبدع صح نو يفو با كي سوا ديريجي خليه يبدع. أنت تحطه في لعبة في إطار منظم ومهيكل ماشي بلاكار ماشي خاصة بلاكار. لا هذا بالنسبة لتكوين أوروبا ما يلعبوش لي جي 15 يا با دو كومبيتيسيون أندر 15 ما كانش بطولة لا في فرنسا لي يو 15 موجودين حكوم ما يقول لك الان توجيهات للمدربين يقول لك خليه يبدع ديروا في اطار منظم وخليه يبدع حتى في التحكيم لازم الفيفا واش يقول لك تان الصغار هذول يو 15 ولحبط لتحتها لما اللاعب يغلط في توش ما تعطيهاش للخصم تروح تعطيه الكره وتوريه كيفاش يلعب الخصم. خليني نكمل على الحوار على المباراه هذه فازوا 5-1 لما فازوا 5-1 الجزائر اللي كانوا يلعبوا اللي كانوا في البوند توش من اكبر كذلك اللاعبين هذا كان لو غرون فاريس تاع المغرب شيشه دول اللي لا غروند ايكيب عزيز بدرباله لا لا ما كانش عزيز بدرباله كانوا لا غروند ايكيب ربحوها بخمسه 15 يوم من بعد ولا لاعب اللي نهزموا خمسه جاء للجزائر ولا لاعب بامر من ملك. بأمر ملكي ولا لاعب جاء وشكون اللي جاوا لعبوا في الجزائر عزيز بودربالة بادو الزاكي هادو بداوا في هذوك السنوات في 79 بعد 79 ربحناهم 3-0 من امضاء مصطفى كويسي وقمري وصلاح الصاد سجل ذهابا وايابا اسمح لي زيد هذه برك وهاد اللاعبين هما اللي راحوا كاس العالم 86 مسعود لو تسمح باش ما يفهمونيش غلط عندما قلت هادو هما المبدعين وما كانش مدارس كرة القدم والشارع ولكن الآن لا الأمور واضحة لا في غياب الشارع فعلا. لازم نعوضوا العمل اللي كانوا خمس ساعات ولا ست ساعات ممارسة تاع كرة القدم في الشارع زمان الآن الناس راهي تعوضها بالتدريب ومدارس التكوين ومدارس لي زيكول دو فورماسيون بالإضافة إلى غياب المساحات للعب أيضا الآن الأطفال يعني بالفيسبوك بأمور أخرى مشغولين. حكيم نتيجة نهائية لاتحاد الجزائر 3-1 للوداد البيضاوي ما نوليوش دوك فلاسفة في كرة القدم دوك ترتفع أصوات باللي نحن كنا ننتظر في هذه النتيجة والفريق ما لعبش مباريات ودية والفريق الانطلاقة تاعو كانت محتشمة في الدوري الجزائري شيء الأكيد لي أنا مسؤول على ما أقول وتبعته في المباريات الأخيرة المدرب بعيد كل البعد. انا ما نقولكش لغه الخشب هذيك تاع كبيره عليه اتحاد العاصمه ولكن المدرب بسيط يعني الامكانيات واللاعبين المتواجدين ولعب ضد 10 لاعبين من الدقيقه الاولى من الشوط الثاني فعلا قاد الفريق الوداد البيضاوي في 10 يعني سجلوا له هدفين وهم في 10 اديس نظن يعني حتى الاداء تاع اتحاد العاصمه في المباريات تاع الدوري الجزائري او الاقصائيات الأولى في كأس رابطة أبطال إفريقيا ما شفناش ذاك الفريق رغم أننا نعرف العام والخاص يعرف بأن لاعبين اتحاد العاصمة مميزين بالنسبة لك نتيجة منطقية ومنتظرة نتيجة منطقية نظرا للمدرب ما يعمله في العمل تاع بوت هذا ولا بول بوت ولا سيبا العمل تاعو ما شفناش يعني من اللي جا الاتحاد العاصمة بالنسبة لك عمل غير مقبول لازم نعم موتة تاع الوداد البيضاوي كان محلل تلفزيون وقلت لك عليه محلل راقي لما يعود يحلل في مباراة وكأنك تشاهد فيها مباشرة ولا خدم في السد القطري ما عندوش مشوار كبير تاع التدريب
تكون، لان البلاطو المدرب نتكلم المدرب ماهوش لعبد الحكيم سرار، المدربين البلاطو لازم تستغلوا بالايجاب، لان عندك الصوره في كل مره، عندك تطورات الاحداث، عندك الاشياء الجديده، يعني راح تتعلم منها وتزيد تمشي للامام. عمو تستفاد استفاد البلاطو التحليلي، ولكن وموجودة بصمة، البصمة هي أن الوداد البيضاوي موجود في النهائي رابطة أبطال إفريقيا، وهي أمجد المنافسات على الصعيد الإفريقي، فرصة أخرى تضيع على الاتحاد. لا بطبيعة الحال، رغم أنه الاتحاد من أحسن الفرق الجزائرية من ناحية التركيبة البشرية، من ناحية الإمكانيات، ولكن يبقى دائما مستوى اللاعب الجزائري المحلي ناقص لعدة عوامل، يعني لعدة من بين العوامل هو التكوين اللي غير منتظم، ورغم أن في اتحاد العاصمة لو نتكلم على التركيبة البشرية الفرق الأكثر تنظيما، أكيد التركيبة البشرية تاعهم معظم اللاعبين كانوا في الفريق، كاين 5 ولا 6 لاعبين كانوا يلعبوا في الألعاب الأولمبية ولعبوا نهائي كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة. عبد اللاوي عندهم تجربة، عندهم التجربة. أنا أقول أنه هاد اللاعبين ممكن في المستقبل القريب قادرين يقدموا شيء الكثير لاتحاد العاصمة. إذن صفحة تطوار لتفتح صفحة أخرى بالنسبة للاتحاد على الصعيد الإفريقي، وأيضا بالنسبة لبقية النوادي نتمنى لهم التوفيق، كل التوفيق في القادم من المواعيد. زميلة نبيلة في الصوت، لا تحزني على إقصاء الاتحاد، ممكن أن يعوض هذه الأمور في القادم من الأوقات. حكيم، كلمة أخيرة ربما في هذا البرنامج، خاصة الطاقم الفني الوطني الذي وجب أن نقف إلى جانبه، لأن الأمر الآن يتعلق بمساندة المنتخب الوطني. هذا شيء مفروغ منه، من الإنسان ما يكونش نقطعه عني، فهذه في كل مرة نقولها، ما لازمش تكون فيه شماتة. فيه الآن طاقم فني 100% محلي، ما نقولش جزائري، لأن حتى هذا المصطلح هذا تاع الإيميغري لازم يتنحى، أو حتى ما جرى عودة في تدخلاته تراجع نوعا ما يعني الكلام. لازم تقول لاعب الفريق الوطني، يلعب في الثورة، في سطيف، في اليوسما، في باريس سان جيرمان، سي لو جوار دو ليكيب ناسيونال. شي آخر كلمة أخيرة يا أخي، بقى ما تكلم الأخ على التكوين، يعني لأول مرة أنا ما نحبش نتكلم، عندي كنت أنا في لندن عندي ابن أخ مدرب في ليزي 23 شارلتون، باش يكون شعرك أسود ويعطيوك الإنجليز فريق في 23 ما راهوش يطلب عمل وراه يشتغل وراه عايش، ولكن عليهم أن ينظروا كثير من المدربين الجزائريين اللي هم متواجدين في أوروبا. يعني إذا تحية، كنا نشوفوا اللاعبين لي سكوز هذو نروح نديروهم تاع المدربين دن. تحية لهذا الأخ، شكرا حكيم محمد. وسي علي زيتوني هذا نحليه اليوم، أنا قلبتها لك اليوم إهداءات. شكرا توفيق قريشي على تلبية الدعوة، وفرصة أخرى إن شاء الله. أيضا شكرا موصول لزملاء بالاستوديو رقم 1 بقيادة هيكل قاسمي ورشيد ميكيداج، وكل الزملاء في القسم الرياضي خاصة توفيق دربال ومحمد شماني وهشام سعدودي. ألقاكم سيداتي سادتي في مناسبات رياضية قادمة بحول الله، السلام على الجميع.